مشاهدينا، تحت رعاية وزير الإعلام والثقافة عبد الرحمن بداح المطيري اختتمت فعاليات جائزة الكويت للإبداع 2024 بدورتها 11 وإعلان الشخصيات والجهات التي فازت بجائزة الإبداع لهذا العام. نعم، جائزة الكويت للإبداع يتم تنظيمها عن طريق الملتقى الإعلامي العربي بهدف المساهمة في تطوير الإمكانات الفنية والمهارية في إثراء المجالات الفكرية في الأدب والإعلام، الفن والثقافة والعلوم. اختتمت فعاليات جائزة الكويت للإبداع في دورتها 11 وبتنظيم من هيئة الملتقى الإعلامي العربي بمشاركة عدد من الشخصيات المؤثرة في مجالات الثقافة والفن والإعلام والعلاقات العامة على المستويين المحلي والعربي. تحت رعاية معالي وزير الإعلام وزير الثقافة الأستاذ عبد الرحمن المطيري يقيم ملتقى الإعلام العربي التابع لجامعة الدول العربية هذا اليوم جائزة الكويت للإبداع رقم 11، وتأتي هذه الجائزة دعما للفنانين والمبدعين في المجال الإعلامي وتشجيعا لجهودهم خلال يعني أعمالهم في المجال البرامجي. وزارة الإعلام وانطلاقا من استراتيجيتها تدعم مثل هذه الفعاليات، وانطلاقا كذلك من تعزيز الشراكة المجتمعية تدعم المؤسسات الإعلامية التي تقيم مثل هذه الفعاليات على مدار السنة. لا شك أن مثل هذه الفعاليات تشجع المجال التنافسي في الإنتاج التلفزيوني، البرامج التلفزيوني والإذاعي، كذلك تشجع كل من له طاقة وله رغبة أن يبدع في المجال الإعلامي، وهذه الأرضية لا شك يتم تغذيتها مثل هذه الفعاليات. هي تقوم بتكريم العديد من الشخصيات والمؤسسات الفاعلة في الكويت وخارج الكويت في مجالات الإبداع المختلفة. يعني إحنا الناس دائما تربط أنه بس إبداع إعلامي، لا، يمكن أقل شيء فيها الإعلام، إحنا الإبداع في كل مجالات الإبداع. وحتشوف إن شاء الله في التكريم ممثلين وفنانين وإعلاميين وأطباء ومخترعين وكتاب ومؤسسات في العمل الخيري ومؤسسات بيئة وغيره. يعني فإحنا هذا العام حرصنا على التنوع، حرصنا على ازدياد الاتساع الرقعة الجغرافية خارج الكويت في مشاركات من خارج الكويت. هذه الجوائز والتي وزعت على جائزة الإبداع الإعلامي، جائزة العلاقات العامة، جائزة المسؤولية المجتمعية، جائزة البرامج التلفزيونية والإذاعية، جائزة التواصل الاجتماعي، وجائزة الأعمال الوطنية، والعديد من الأعمال الإعلامية الهادفة والمؤثرة بالمجتمع. أنا أشكر الحقيقة القائمين على هذا الملتقى، ملتقى الإعلام العربي، والأستاذ ماضي الخميس الأمين العام لهذا الملتقى. وطبعا هذا يعني تقدير من الملتقى، والحقيقة يعني شيء جميل وطيب، وما أجمل أن يكرم الإنسان في حياته، وما أجمل ذلك. ده شرف كبير جدا، شرف، عارف كلمة شرف يعني يوم ما خدت الدكتوراه كنت أسعد واحد في الدنيا. النهاردة نفس السعادة، إن دولة غير مصر تكرمني، دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا. يعني ربنا يبارك فيكو ويحفظكو. وأنا مبهور، أنا أول مرة أجي الكويت، أول مرة، مبهور بأهلها. هذه السلسلة الهدف الأساسي منها إن إحنا نستعرض جمال البيئة الكويتية من خلال ما لا يقل عن 250 حلقة استعرضت كل جوانب البيئة في الكويت. طبعا السلسلة الحين الحائزة على الجائزة هي تعتبر الأولى في الكويت والخليج العربي. تهدف جائزة الكويت للإبداع إلى رفع معايير صناعة الإعلام في الكويت والعالم العربي، وهي تتماشى مع المعايير الدولية لصقل مهارة العاملين في مجال صناعة الإعلان عبر إيجاد روح تنافسية إبداعية وترويج الأفكار الإيجابية والبناءة المستخدمة في المواد الإعلانية.